مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة ولقاء يتجدد دائما. مع حلقتنا النهاردة مختلفة ومتنوعة، إن شاء الله تنال إعجابكم ورضاكم. والنهاردة 10 من شعبان، كل عام وحضراتكم بخير. خلاص يعني أيام قليلة ونقترب من ليلة النصف من شعبان، كل عام وحضراتكم بخير وكل الأمة العربية والإسلامية بخير. كل سنة وإنتي طيبة يا دينا وبالصحة والسلامة. طيبة يا حنان، أهلا بيكي وكل مشاهدينا طبعا طيبين. دايما بنكون معاكم من خلال زينب طعم البيوت على مدار ساعة ونص، بنتكلم في كل حاجة بتهم الأسرة المصرية، بنتكلم في كل حاجة أنتوا بتفكروا فيها، ودايما الفقرات إن شاء الله تنال إعجابكم. أول فقرة معاكي النهاردة عن إيه حنان؟ أول فقرة يا دينا، إحنا دايما الحقيقة بنأكد على فكرة المرأة المصرية المبدعة. النهاردة هيكون معانا نموذج مشرف من المرأة المصرية مبدعة وفنانة في الكثير من المجالات الفنية والأدبية أيضا. هي كاتبة بتقدر إن هي تكتب نص مسرحي رائع جدا، وأخرجت كمان الكثير من المسرحيات على خشبة المسرح الخاصة بالأطفال، وبتؤكد دائما على فكرة ترسيخ الهوية المصرية عند الأطفال. قدمت كتير من المسرحيات، ولكنها حاولت أن هي تجمع هذه المسرحيات في كتاب. النهاردة هنعرف فكرة تجميع هذه المسرحيات في كتاب مقروء من خلال نص أدبي جميل، وهنعرف إيه هي الأفكار اللي دايما بتحاول أن هي تأكد عليها وتقدمها من خلال هذه المسرحيات الجميلة اللي خاصة بالأطفال. ومن أجمل أعمالها الأدبية مسرحيات للحلوين. النهاردة هيكون لقاء مع هذه المرأة الكاتبة والمبدعة في مجال الأدب. الحقيقة دايما حاجات الأطفال بتنال الإعجاب، ودايما كمان بتكون صحيح. مميزة قوي، لأن طبعا احنا محتاجين نعمل حاجات للأطفال كتير، لأن الحاجات برة يعني مغرية جدا ليهم وبتشدهم، فلازم فعلا يبقى احنا كمان عندنا الحاجة اللي بتقدم للأطفال اللي ليها طبعا حفاظ على هويتهم وعلى طبعا المبادئ والقيم والأخلاق اللي احنا طبعا دايما بنربي أولادنا عليهم. فقرتي النهارده في طعم البيوت بنتكلم فيها عن الزياده السكانيه وتاثيرها على كافه المجالات، لو مجال التعليم، مجال الصحه، كمان هنركز جدا على الجزء في المختص بالمجال الاجتماعي، لان اكيد الزياده السكانيه ليها تاثير وتاثير سلبي جدا على الجانب الاجتماعي، ده اللي احنا هنتعرف عليه النهارده من خلال فقره طعم البيوت. هيكون معاكي ايه تاني النهارده حنان؟ معانا كمان فقره مهمه يا دينا، الحقيقه هي بتجمع يعني بين الكثير من الامور، واول امر واهم امر ان احنا بناكد في هذه المرحلة على فكرة توطين الصناعات وفكرة إقامة الكثير والكثير من المصانع، وإن احنا يكون عندنا دائما منتجات مصرية بنسبة 100%، مش بس تكون في الاستهلاك المحلي، ولكن نحاول كمان نصدرها إلى الخارج. دي فكرة مهمة جدا في هذه المرحلة، وبنشوف كثير من المسؤولين بيأكدوا على هذه الفكرة، لأنها بالفعل بتساعد في دعم الاقتصاد المصري. النهاردة هيكون معنا أيضا نموذج مشرف من المرأة المصرية البعض الخامات، وده برضو بيخلينا نأكد على فكرة الحفاظ على البيئة. هنتكلم معاها النهاردة ازاي ان هي قدرت تستثمر كاوتش العربيات، اللي هو ممكن البعض يشوف ان هو، ولكن قدرت ان هي تستغل وتستثمر كاوتش العربيات وتقدم منه منتجات فنية جميلة جدا. فهي هنا فعلا يعني في كذا امر بتحاول ان هي تعالجه او تتغلب عليه، واهمها طبعا الحفاظ على البيئة وتصدير منتجات من مصر الى الكثير من دول العالم. كمان جميل معنا فقرة مهمة، جميل حنان، اعادة التدوير نفسها، يعني ان الواحد صحيح. يدور كده ويشوف ايه اللي ممكن ان هو يعيد تدويره، ايه اللي هو ممكن يقدمه بشكل تاني مختلف، وبالاخص بعد ما الخامات كلها بقت في زياده طبعا وفي اسعار زياده ليها، فازاي ان احنا نشغل دماغنا ونشوف البدائل ونحاول ان احنا نعمل اعاده تدوير. ده دايما هو اللي بيكسب، وده كمان دايما اللي عالميا دلوقتي ابتدوا ان هم يتجهوا ليه. طبعا كمان احنا النهارده في طعم البيوت هنتكلم عن الزياده السكانيه من الجانب الاجتماعي، لان الحقيقه لو فكرنا فيها كده وحسبناها هنلاقي ان هو اكيد الزياده السكانيه بتاثر اجتماعيا، بتأثر على فرص العمل، بتأثر على جودة الحياة العامة خالص لأي فرد من أفراد المجتمع. ده هيكون موضوع عمل البيوت. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نلتقي مع زميلتي حنان وفقرات زينة المميز. مشاهدينا الكرام، بنرجع مرة تانية ونبدأ جولة سريعة مع الأخبار، ودايما بنقول إن أخبارنا إيجابية بتبعث دائما على الأمل والتفاؤل، وبنؤكد على إن الدولة المصرية يعني بتبذل بالفعل قصارى جهدها للارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتقديم يعني أفضل مستوى من الخدمات، سواء في مجال التعليم والصحة أو في كل المجالات الحياتية. نبدأ أخبارنا مع الصحة، والحقيقة الكثير والكثير من المبادرات الصحية. وزير الصحة يوجه بإدراج مبادرة الألف يوم الذهبية ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.
وجه دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تعليماته بإدراج مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية جزءا من الهيكل التنظيمي لعمل الوزارة، وعدم اعتبارها مجرد مبادرة ترتبط بفترة زمنية محددة. معانا خبر تاني، والخبر طبعا مرتبط بشهر رمضان الكريم اللي كلنا يمكن بدأنا نستعد ليه، وشايفين الحقيقة معارض أهلا رمضان بدأت بالفعل، وفيها الكثير والكثير من السلع الغذائية اللي بتحاول الدولة إن هي توفرها بأسعار طبعا أقل بكتير من الأسواق الخارجية. وزير التنمية المحلية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتوسع في منافذ أهلا رمضان. أكد سيادة اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة بدأت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم والبدء الفوري في زيادة إعداد المنافذ، والتي سيتم من خلالها طرح السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية للمواطنين في إطار المعارض، والتي سيشارك بها أيضا العديد من المحلات الكبرى والمصانع، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني. يعني بالفعل مجهود كبير جدا. كل عام وحضراتكم بخير. بكده انتهت أخبارنا، لكن حالا هنطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونبدأ مع حضراتكم أولى لقاءاتنا، وحديث عن يعني الإبداع وعن الفن سواء في المجال الأدبي أو في المجال الفني، وتقديم أعمال فنية مسرحية تؤكد على ترسيخ الهوية المصرية. بنرجع مرة تانية، ودايما بنأكد أن المرأة المصرية مبدعة في الكثير من المجالات، وعندنا الحقيقة في المجال الأدبي الكثير، مجال كتابة القصة، كتابة الرواية، كتابة النص المسرحي، أيضا في مجال الإخراج والتمثيل والتأليف. يعني فعلا دائما مشرف. وكان معرض القاهرة الدولي للكتاب الحقيقة فرصة لتقديم يعني مثل هذه الأعمال الأدبية الرائعة. النهاردة هيكون لنا لقاء هنتكلم فيه عن أعمال أدبية جميلة جدا، هنتكلم فيه عن نص مسرحي، هنتكلم فيه عن مجموعة من المسرحيات موجهة للأطفال، ولكنها بتحمل أفكار جميلة جدا، قيم وعادات وتقاليد بتساعد دائما على ترسيخ الهوية المصرية عند الأطفال، وتقديم يعني الكثير من الرسائل بشكل فيه متعة، بشكل فيه فن، بشكل غير مباشر، علشان الطفل فعلا يتقبلها. في هذا اللقاء بتسعدنا وبتشرفنا الكاتبة والمؤلفة والمخرجة المسرحية زازي حافظ. اهلا بيكي معانا يا زازي، شرفتينا ونورتينا. شكرا، اهلا بيكي. زازي، احنا عارفين ان انت مخرجه مسرحيه ومؤلفه، ويعني اخرجتي الكثير من المسرحيات الجميله جدا اللي بتحمل قيمه وهدف موجه للاطفال وللاسره المصريه بشكل عام، ولكن من خلال معرض الكتاب انت حاولتي ان انت تجمعي كل هذه المسرحيات من خلال نص مسرحي بقى مكتوب في كتاب وليس عمل على خشبه المسرح. يمكن احنا معانا الكتاب وسميتيه مسرحيات للحلوين. عايزين نتكلم الاول على فكره ان انت حولتي الاعمال المسرحيه لعمل ادبي مجمع في كتاب. هي اصلا المسرحيات بتبدا كعمل ادبي وبعدين بتخش في يعني مرحله التنفيذ، فيدخل لها الاخراج والتمثيل وكده، بس هي اصلا بتبدا كعمل ادبي لان المرحله هي الكتابه طبعا. فاللي حصل انه كان نفسي المسرحيات توصل لعدد اكتر من الاطفال ويقدروا تكون في متناول ايدهم، يلعبوا معاها، يمثلوها، تكون موجودة في مدارس عايزة تعملها، نوادي، يبقى النص موجود في إيد يعني المهتمين بالطفل أو النشاط الثقافي للطفل. فجمعت خمس مسرحيات واتنشروا. تمام. يعني تقريبا المسرحيات اللي هي مسرحيات للحلوين، وده اسم جميل جدا جذاب، بتحمل يعني كلها افكار لترسيخ الهويه المصريه. برضو كلمينا سريعا كده عن هذه الافكار، كانت زي ايه، عباره عن ايه، وازاي من خلال المتعه الادبيه او المتعه الفنيه نقدر نوصل رساله جميله للاطفال. انا اؤمن ان الفن اساسا ربنا يعني زرع فينا حب الفن عشان نوصل بيه او يعني نتواصل مع الجمال وكل القيم الجميله. فبتهيألي اي فنان بيكون عايز يعبر عن اللي جواه، هو عايز يوصل رساله. هو مسرحياتنا دايما
يعني لما بكتب ببقى همي ان الولد او البنت اللي وصل لهم الحدوته اللي بنحكيها يبقوا يتعرفوا على هويتهم، ثقافتهم، تاريخهم، شخصياتنا اللي اثرت في وجدان مصريه. ببقى غيرانه قوي على ولادنا انه بس المحتوى بيكون جاي من بره بافكار غربيه بحاجات لا تناسبنا، فببقى عايزه اوجد بديل. كويس كويس، جميل قوي كلمة غيران على أولادنا، لأنه فعلا زي ما حضرتك بتقولي ومجالات السوشيال ميديا والمجالات الإعلامية المفتوحة، فممكن أولادنا بيشوفوا أفلام كرتون وغيرها من الأفلام السينمائية يعني المختلفة، طبعا ما نقدرش إن احنا نسيطر عليها، بيشوفوها على مواقع كتيرة، ولكن لما احنا نقدم لهم عمل فني مصري عربي جميل ومحترم وفي كمان عناصر تشويق وعناصر جذب فنية. طب اسمحي لي كده نقول بعض عناوين المسرحيات. في عنوان جميل قوي انا شخصيا اعجبت بيه اسمه الهلعوين. الهلعوين ده جاي طبعا من الهالوين اللي يمكن فيه كتير من اطفالنا عارفينه، يعني كلميني عن هذا العنوان وهذه المسرحيه. الهلعوين كانت اول مسرحيه عملتها، وبرضو كانت يعني نبع من الغيرة أنه ليه ولادنا تعرف في حتت بتبقى يوم الهالوين ده الولاد يلبسوا وحوش وعفاريت ويطلعوا يجروا في الشوارع يخبطوا على البيوت، يعني ده التقليد الأمريكي يعني اللي اتنقل لنا هنا للأسف الشديد لأنه شيء غريب جدا. فانا لما ولادي كانوا صغيرين وكانوا عايزين يلعبوا كده قلت لهم لا لا احنا مش هنعمل يعني عايزين تحتفلوا بالرعب، احكي لكم على المرعبين المصريين. احنا عندنا اصلا الهلعوين، اصل الهلع كان هنا. وابتديت احكي لهم على طلعت الشخصيات التراثيه يعني اللي من التراث المصري زي امنا الغوله وابو رجل مسلوخه والنداهه والموميا والشبح والساحره شريره والمرايه، وابتديت احط الكل وحش من دول كل شخصيه مرعبه يعني رساله قيمه يعني ما هو كل كويس. حاجه كان فبنحكي عن اصل امنا الغوله وهي اصلا تطلق على سخمات، يعني ده تطور شخصيه سخمات من عند قدماء المصريين، وانه بنحكي حدوته سخمات يعني بعدين ان هي لما تمادت في الانتقام اطلق عليها غوله، بس غوله امنا الغوله هي متنمره فازاي نتعامل مع التنمر يعني في احداث المسرحيه، هي بتبقى بتتنمر على الاولاد اساليب لمواجهه التنمر. ابو رجل مسلوخه مثلا برضو خليناه انسان سلبي ومش عايز يحل وبيوقف المراكب، لما الولاد يقابلوا هذه الشخصيه يتعاملوا معاها ازاي. مثلا النداهه حطينا لها ان هي النداهه الشيء اللي بيندهنا وما بنعرفش نرجع لحياتنا الطبيعيه بعديه، فقد يكون السوشيال ميديا او الجيمز او التلاجة او الشغل الكتير يعني اي شيء يندهك ادمان يعني وازاي تتعاملي مع الادمان وازاي تعملي ايه عشان تعالجي نفسك يعني. ازاي تتجاهلي هذه النداهة عشان تقدري تتغلبي عليها. فكل وحش من دول بنعمله بصورة مبهرة جدا للولاد طبعا مع مراعاة انه ما يبقاش مرعب، وازاي الولاد يعرفوا يتعاملوا مع الصفة دي يعني. جميل. طيب ننتقل لعرض تاني كمان، في عرض بعنوان عروسة المولد وفي كمان فوازير رمضان، حاجات جميلة جدا كلها بالفعل تعتبر من يعني تراث الفن الشعبي المصري الاجتماعي الجميل. نقول مثلا فوازير رمضان على أساس أن احنا يعني قربنا من شهر رمضان، كل سنة وحضرتك طيبة، وأول ما نقول رمضان على طول مرتبط معانا رمضان بأعمال فنية وبفوازير. ده بقى كان عبارة عن إيه؟ فوازير رمضان كنت عايزة أعرف الأجيال الجديدة على العظماء اللي قاموا على الفوازير قبل كده لأنه هم يعني مش محظوظين زينا وما شافوش. إحنا كان صحيح كانت أساسي عمل فني رئيسي وأساسي معنا في رمضان هي فوازير. إحنا في المسرح بيجي لي ولاد بيتعلموا تمثيل كويس. فلما بنتكلم على يعني كبار فناني المسرح المصري هم ما بيكونوش عارفين، فبرضو كنت بغير قوي انه انتوا عارفين كل حاجه عن بره ومش عارفين هنا العظماء اللي قدموا. فعملنا حدوته ان في جده بتستقبل احفادها من كندا جايين يحضروا معاها رمضان، لكن طبعا قاعدين على الموبايل مش
كده، فهي بتاخد منهم الموبايلات وبتقرر ان هي هتسليهم وهتتكلم معاهم وهتحكي لهم وهتعمل لهم فوازير. فبتقدم لهم فزوره عن نيلي وفزوره عن شريهان وفزوره عن فؤاد المهندس وفزوره عن سمير غانم في قالب استعراضي. حد من الولاد كان بيطلع بيقدم استعراض عن الشخصيه، وزير هي اصحاب الفوازير. هم قدموا مثلا الولاد عرض في شخصيات كتيره بتعبر عن الابطال اللي قدموا فوازير رمضان دي. ده حاجه جميله قوي، يعني احنا كنا نتمنى نشوف العروض دي، بس ان شاء الله هنشوفها تخرج بره الاستوديو وتيجي لحضرتك باذن الله. طيب لما نقول برضو بين الخيال والواقع، ده برضو اسم جميل جدا، يعني لان الاطفال مهم جدا ان احنا برضو ننمي عندهم الجانب التخيلي، لانه ده عند الاطفال مهم برضو. ده بين الخيال والواقع، ايه العرض ده؟ لا هو مش عرض، هو اعتقد هو يعني وصف لعروضنا، ان احنا بناخد الشخصيات دايما من يعني عروسة النيل، عروسة المولد، عروسة البحور. بنمزج الخيال بحدوتة عصرية، بنخلي الابطال دول اللي في التراث يخاطبوا الولاد بحاجة هم عايشينها دلوقتي، يفهموا. تمام. طيب في برضو عروض كتيرة جدا حضرتك قدمتيها، زي عرض علي مبارك، عروض اللي يمكن كانت برضو بتعبر عن شخصيات وطنية، حضرتك بتنقليها للأطفال بشكل فني جميل برضو. كلميني عن مثل هذه العروض المختلفة. كان لنا تجربة سنة 2020، كان حك عارفة الولاد كان مقرر عليهم قصص في منهج العربي. يعني من خلال تعاملي كأم وإحنا بنذاكر، وولاد كتير هم مش فاهمين قوي اللي بيقروه، يطلعوا حابين الشخصية، عارفين مين هو طه حسين، مين علي مبارك، الناس دي قدمت إيه، غيرت في إيه، لما يشوفها متمثلة ويتعلق بالشخصية ويعني يتعامل معها شعوريا، خلاص هي فضلت جوا العمر كله. صحيح. لما يقرأ هيقرأ ابنها، غير لما بيقرأ. صحيح صحيح. دايما بيقال انه هو لما يشوف اي حاجه من خلال الدراسه، لما يشوفها كعمل فني بيستوعبها اكتر وبيفهمها اكتر وبيفضل حافظها. كان في كمان في فتره اسمها مسرحه المناهج، هي تحويل المناهج الدراسيه الى مسرحيات، ولكن يمكن الامر صعب شويه، مش اي منهج دراسي او اي حاجه تقدر والله هو اي حاجه ممكن تتحول لمسرح. يعني المسرح ده جميل وساحر وادوات وساحره ويعني هو حضرتك عاشقة للمسرح يا زازي. تكتبي بقى النص المسرحي حضرتك اللي بتكتبيه، وتقومي يعني بترجمة هذا النص على خشبة المسرح، بتخرجيه كمان، بتكتبيه وبتخرجيه كمان. طب انت قلتي كلمه كده سريعه برضو انا عايزه اقف عندها، بتقولي في بعض الاطفال بيبقى عندهم هوايه ولكن محتاجين حد يدعم هذه الهوايه او ينميها، ده برضو جانب مهم قوي برضو، كلميني عنه. يعني أنا بشوف إن المسرح ده من أهم الحاجات اللي المفروض ولادنا يتعلموها، لأنه هو الحقيقة يعني زي شمسية تحتها كل الفنون، هو أبو الفنون يعني. وطبعا بيساعد الولاد على الثقة في النفس، ويتعامل مع الأزمات بشكل سريع وإيجابي، زي يتكلموا ويعبروا عن نفسهم، العلاقات الإنسانية اللي بتحصل خلف الكواليس وعلى الخشبة، المسؤولية، الالتزام، الاحترام. فأنا بشوف أنه من أجمل الحاجات اللي نقدر نعلمها لأولادنا هي الفن المسرحي. لكن اكيد عندك ابطال ثابتين يعني، او عندك الحمد لله دلوقتي احنا معانا 3 فرق، يعني فرقه الولاد اللي الاول بيدخلوا الاكاديميه بيتعلموا بعد كده بقوا بروفيشنالز بيقدموهم معروضنا، ومعانا فرقه من فنانين كبار يعني خريجين الاكاديميه الفنون المسرحيه بروفيشنالز، ودول بيعرضوا كل يوم عرض اسمه حتشبسوت في متحف الحضاره اللي في الفسطاط، بنحكي للولاد عن قصه حياه الملكه حتشبسوت. الله ده حاجه جميله قوي. فرقة بابتس برضو مع فنانين مهمين، أستاذ أحمد بكر، وبنعمل برضو عروض عرايس للمدارس وكده. حببتينا في المسرح يا زازي بجد يعني. جميل. لا وكمان متحف الحضارة تاريخي مصري عربي رائع جدا جدا، جميل انه يبقى في مسرح جداً. وحاجة مشرفة. بتقدمي في عروض مسرحية بقى يا زازي هناك؟ بنعرض مسرحية حتشبسوت كل يوم،
كويس كويس قوي بالانجلش وبالعربي عشان السياح كمان يحضروها. طبعا حضرتك خريجه مسرح الجامعه الامريكيه يعني، والحقيقه تجربه جميله جدا، وهو اول مره يتعمل المسرح المتحفي داخل متحف مصري، فاحنا يعني متشرفين جدا ان اكيد اكيد. لا ده شيء رائع ومشرف، وحضرتك بالفعل نموذج مشرف للمراه المصريه المبدعه في المجال الادبي وفي المجال الفني، ويعني عايزين نكرحيات الجميله لكل اطفال مصر وكل اطفال العالم العربي عشان نرسخ قيمه الهويه المصريه والهويه العربيه بشكل عام. زازي حافظ شرفتينا ونورت لقاء الجميع. ثانك يو، انا اللي متشرفه ومتنوره، شكرا جدا لاستضافتك. ميرسي جدا، ميرسي جدا ليك. مشاهدينا هنطلع فاصل ولكن هنرجع مرة تانية وبنستمر مع حضراتكم ومع المرأة المصرية المبدعة الفنانة اللي قدرت ان هي تعمل عملية إعادة تدوير وتقدم الكثير من المنتجات وتحاول ان هي تصدرها كمان خارج مصر.